أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من حياتنا، حيث تحولت من رفاهية إلى ضرورة حتمية. ومع ذلك لا يمكن أن نغفل قدرة هذه الأجهزة على إحداث الكثير من التأثيرات والتغيرات السلبية على حياتنا. بالفعل، ولذلك سنتحدث حول هذه التأثيرات أصدقائنا وكيفية علاجها مع ضيفنا عبر السكايب الدكتور عصام طراد، عميد كلية الهندسة بجامعة جدارة الأردنية، وأيضا مدرب ومحاضر بمشروع الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة في الأردن. بنرحب فيه معنا على السكايب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا بك دكتور. يعني بداية دعنا نبدأ عن أبرز نتحدث عن أبرز التأثيرات التي أحدثتها فعليا الأجهزة الإلكترونية في الجيل الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن الآن نعيش في ثورة اتصالات وثورة تكنولوجية عالية جدا، وأصبحت هذه الثورة تطال أبنائنا وفلذات أكبادنا، بل تطال الأسرة بشكل عام، وتحولت المشكلة من مشكلة استخدام عادي إلى مشكلة إدمان على استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة. وهذا الإدمان مع الأسف يعني أصبح يؤثر على السلوكات، وأصبح يؤثر تأثير فسيولوجي وصحي وتأثير نفسي على أبنائنا. وهذا الإدمان مع الأسف هو نوعين، إدمان مباح وإدمان غير مباح. فحتى الإدمان المباح اللي هو الإدمان على الاستخدام والإدمان على الجيمز بالنسبة للأبناء، الألعاب، والإدمان على التعامل مع هذه الأجهزة له تأثيرات فسيولوجية وصحية وتأثيرات نفسية على على الأبناء. أيضا الإدمان الغير مباح أيضا له تأثيرات أكبر على الدماغ وعلى السلوكات الإنسان أثناء طفولته أو أثناء شبابه أو في المستقبل. نعم، طيب دكتور عصام، يعني لو نفصل بداية مع التأثيرات التكنولوجيا على سوية الدماغ وطريقة التفكير، كيف عم تكون؟ الآن الإنسان خصوصاً الأطفال طبعاً يعني في المرحلة الأولى العمرية من 3 إلى 6 سنوات يتكون هذا الدماغ. يفترض الإنسان أن يعيش حياته الطبيعية ويتعامل مع الموجودات الطبيعية. هذا الطفل عندما يتعامل مع هذه الأجهزة التي لها ترددات إلكترونية عالية ولها ضيف كهرومغناطيسي من الممكن أن يؤثر على الدماغ، بالإضافة إلى هناك كثير من الأمور النفسية التي تؤثر على هذا الطفل. فبدأ يظهر عندنا حالات واضحة تؤثر على سلوكات هذا الطفل وعلى سلوكات الشباب. فعلى سبيل المثال هنالك تأثير على آلية تفكير هذا الإنسان، هنالك تأثير على تقديره للأمور، هناك تأثير على انخراطه في المجتمع. طيب دكتور عصام، لو تعطينا أمثلة عن تأثيره على طريقة التفكير، هيك أمثلة بحياتنا واقعية ممكن؟ نعم، يعني على طريقة التفكير، أولا يصبح هذا الجهاز هو المعلم والمدرب والمربي لهذا الطفل. نعم. فهو يأخذ ثقافته ويأخذ وجهة النظر ويأخذ نظرة الحياة من خلال هذا الجهاز. هذا الجهاز هو عبارة عن شبكة تتواصل مع العالم أجمع، فمن الممكن أن يتصل مع ثقافة غير ثقافتنا، ومن الممكن أن يتصل مع أشخاص غير الأشخاص الذين يفترض أن يتواصل معهم وأن ينهل منهم منهل العلم والفكر والتفكير. فهذا الطفل أو الشاب أو المراهق يصبح متأثر بهذه الأفكار التي يراها عبر أجهزة الإنترنت، بالإضافة إلى العزلة الفكرية والشعورية والنفسية عن المجتمع الذي يعيش فيه. نعم، طيب بالنسبة للبالغين، يعني ربما الطفل من السهل أن يدمن على شيء، أن يعتاد على شيء، لكن بالنسبة للبالغ كيف أو إلى أي مدى استطاعت هذه الأجهزة أن تؤثر على سويته في التفكير، على آلية اتخاذه، تحكيمه لبعض الأمور، اتخاذه بعض القرارات ربما، وأيضا على السلوكيات؟ أنا قلت في البداية أن هنالك إدمان مباح وإدمان غير مباح. مع الأسف الشديد من أكثر الأمور التي منتشرة الآن بين البالغين وبين طلاب الجامعات وبين الشباب اللي هي الإدمان على المواقع الإباحية. في ظاهرة أصبحت موجودة الآن يشكو منها الجميع اللي هو الإدمان على المواقع الإباحية. هذا الإدمان على هذه المواقع أصبح يؤثر على تفكير الإنسان ويصبح يؤثر على أخلاقياته، لأنه الإنسان هو عبارة عن منظومة أخلاق، فإذا ابتعد عن هذه المنظومة يصبح سلوكه غير سوي، ويتأثر تصرفاته ويتأثر حتى التحصيل العلمي. نحن قمنا بإجراء دراسات عديدة على الطلاب في الجامعات
أصبح من الواضح أن الطلاب أصبحوا يتأثروا ويتراجع مستواهم العلمي لأنهم أصبحوا مدمنين على هذه الأجهزة وأصبحوا مدمنين على هذه المواقع. طيب هو الأهم من كل هذا الشيء بالفعل، يعني كيف ممكن نحن نتعامل يعني بهالسرعة بحياتنا وتطور التكنولوجيا، كيف ممكن نقلل بالفعل استخدام التكنولوجيا وما تأثر بهالشكل السلبي اللي عم نحكي عليه دكتور؟ جميل. أولاً أنا أريد أن أطمئن المشاهدين، أنا مؤمن تماماً وكل المختصين في هذا المجال مؤمنين تماماً أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة أصبحت جزء أساسي من حياتنا لا نستطيع أن نستغني عنه. نعم. وهذه الأجهزة لها إيجابيات ولها سلبيات. نحن الآن نريد أن نخفف ما استطاع من السلبيات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لهذه الأجهزة. أولاً يجب أن يكون هنالك رقابة إلكترونية ورقابة واقعية، بمعنى يجب أن يكون هنالك رقابة من الأهل ورقابة ذاتية للاستخدام وعدم إطلاق النفس على عنانها، بمعنى لابد أن تكون هنالك برامج وأوقات يحدد فيها التعامل مع هذه الأجهزة وضبط التعامل مع هذه الأجهزة. على سبيل المثال، ثبت علميا أن الإنسان الطفل الذي يتراوح عمره من 3 إلى 6 سنوات إذا تعامل مع هذه الأجهزة أكثر من ساعة فهذا سوف يؤثر على سوف يعمل عنده اضطراب سلوكي، وسوف يؤثر عنده على الاستيعاب، وسوف يؤثر عنده على الذاكرة وما شابه ذلك. الخلاصة لابد أن يكون هنالك برنامج يتعامل معه الشخص ويتعامل معه الأهل في الوقت المسموح لاستخدام هذه الأجهزة. هذا أول. ثانيا، لابد أن يكون هنالك تواصل حقيقي بين الأسرة وأفراد الأسرة اللي احنا نسميها الجلسة الأسرية. أصبح الآن في الوطن العربي مع الأسف نفتقد إلى الجلسة الأسرية التي فيها تحاور بين الآباء والأبناء والأمهات. لابد أن تكون هنالك برنامج ثابت اللي هي الجلسة الأسرية التي يتحاور فيها الأبناء والآباء ويتعرفوا على مشاكلهم ويتعرفوا أيضا على آلية تفكيرهم ومن أين ينبعون منبع الفكر. لأننا نحن في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام، ولكن أنا أتكلم عن الوطن العربي لأن برنامجكم لكل العرب، نحن نشعر أن أصبح المواطن والشاب والطفل العربي مستهدف من أشخاص يحملون أفكاراً وأجندات غريبة عن مجتمعنا وغريبة عن عقائدنا وغريبة عن عاداتنا. نعم، يعني دكتور عصام تراد عميد كلية الهندسة في جامعة جدارة الأردنية، شكراً جزيلاً لك على هذه النصائح وعلى تواجدك معنا في هذا اللقاء المهم، شكراً لك.